فريق شباب قسنطينة مشاهدينا الكرام يعتبر من بين أكثر الفرق تضررا من وباء كورونا رفقة شباب بروزداد ب15 حالة. نعم، الكرة في منتصف الميدان في هجمة جديدة لمصلحة الباك داخل منطقة الجزاء، ما فيها تسلل، فرصة خطيرة، جول جول، أول أهداف المباراة لمصلحة الباك، لمصلحة نادي بارادو بواسطة اللاعب. سنرى وسنتابع من الذي سجل، هو بن بوعلي. نعم، بن بوعلي الذي أحرز الهدف الأول وأحرز أيضا الهدف الثاني لمصلحة نادي بارادو منذ بداية الموسم. لاعب مثل ما تحدثت في البداية مشاهدينا الكرام ينتظره مستقبل ظاهر وواعد أيضا هذا اللاعب. هكذا لعبت الكرة بشكل سريع، يسري هو من لعب الكرة وبن بوعلي هو الذي أنهاها في الشباك. الباك يأخذ المقدمة، الباك يأخذ الإسبقية من قبل أمام نانو لما مرت، وبوغر أيضا المساحة داخل المنطقة والتغطية أيضا حاضرة أول بأول. التسديدة قوية، جول، التعادل، الهدف الثاني أقول لمصلحة نادي بارادو بقوة وبلمسة رائعة من قبل اللاعب غلاس قناوي كما جاء الدرى لعب الكرة وسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي بارادو. أي تسديدة وأي قوة، كرة ماضية كانت من أروع التسديدات التي شاهدناها في هذه المباراة ومن بين أجمل الأهداف أيضا التي سنشاهدها في الرابطة المحترفة. بالقدم اليسرى بدون ترويض لعب الكرة وسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي بارادو الذي يأخذ الأسبقية من خلال هذه المباراة بواسطة غلاس قناوي. ثنائية لحد الآن لفرقة بارادو، لا شيء لفريق سواء لقجعة أتحدث أو عن كل لاعبي فريق شباب قسنطينة في بداية هذه المباراة. وصلت الآن إلى شيبوب من أجل العودة إلى المباراة، فرصة خطيرة، ربما جول، جول، هدف تقليص النتيجة للاعب الذي أخذ مكان مكرام. شباب قسنطينة يرفض الجلوس ويرفض أيضا أن يرفع الراية البيضاء ويعود إلى أجواء المباراة ويقلص النتيجة. 3 أهداف مشاهدينا الكرام شاهدناها إلى غاية الدقيقة 40 من قبل الباك ومن قبل السياسي. الباك يسجل والسياسي الآن يعود بواسطة لاعب. الشباب ستلعب من دون شك طويلة بحثا عن انقباض القصيرة، لا، اخترع حداد أن يلعبها قصيرة، وصلت إلى شيبوب طويلة ما فيها تسلل، هذه فرصة للتعادل، الأخيرة قوية، جول، أية تسديدة قوية في الأنفاس الأخيرة. شباب قسنطينة يعود إلى المباراة من جديد، الشباب السنافر يعودون بقذيفة قوية من بن طاهر الذي أبى إلا أن يعود إلى أجواء المباراة، أبى إلا أن يصطحب السنافر نقطة التعادل وأن يتقاسموا المباراة رفقة نادي بارادو. أية تسديدة قوية أخذت مكانا لنفسها على يسار الحارس فراح بكل قوة. هدفين إذا لنادي بارادو، هدفين لشباب قسنطينة في مباراة ممتعة ورائعة واستمتعنا بها معكم صراحة المشاهدين الكرام. أكثر المباريات إثارة منذ بداية الموسم الجديد مباراة نادي بارادو.